وللحديث عن تحدي الميليشيات لحكومة مصطفى الكاظمي وانعكاس ذلك على هيبة الدولة والأمن في العراق، معنا من بغداد العميد الركن مستشار مركز الأمة خليل الطائي. أهلا بك سيد خليل. بداية، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يقول إن رواد مواقع التواصل نقلوا صورا مبالغ فيها بشأن استعراض ربع الله من ناحية أمنية، هل كان استعراض الميليشيات شيئا عاديا وتم المبالغة فيه كما يشير الكاظمي؟ حياك الله أخي السيد مصطفى. أهلا بك. أخي، بالنسبة لاستعراض الميليشيات ويدخل ضمن السلوك الميليشياوي الذي بات اليوم أداة فاعلة لفرض الإرادات عن طريق التهديد والترهيب، فالميليشيات في العراق ليس سلاح منفرد يتحرك أو منفلت يتجول كما يتم الترويج له من قبل حكومة الكاظمي أو غيره. نعم. للهروب من المسؤولية، بل هي اليوم وأقصد الميليشيات عبارة عن مافيات سلطة ضحاياها القانون والقضاء والمواطن والبلد. لذلك العراق اليوم أصبح عالقا في شباك هذه الميليشيات ومتاهة المتحزبين والطائفين. هذه الميليشيات اليوم تتحرك ضمن الجغرافيا الأمنية لما تسمى بالدولة، وعليه فهو سلاح السلطة ولا ينطبق عليه وصف السلاح المنفلت. نعم. بل السلطة المنفلتة التي تتحرك وتتصرف بصفحات أمنية متعددة ومتنوعة لتحقيق غايات وأهداف بحسب التوقيت والموقف. نعم. وفق نظرية الخضوع طوعا أو الإخضاع كرها. أما ما يتكلم عنه الكاظمي ووسائل التواصل فهو هروب واضح جدا. نعم. حكومة الكاظمي هي حكومة إعلام وليس أعمال، فهي وإن فرضنا جدلا تمتلك الإرادة للتغيير فهي لا تمتلك الأدوات القادرة على صنع المبادئ أو التعامل مع الحدث في حال وقوعه أو حتى اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد وقوع الحدث، وذلك أضعف الإيمان. لا. اليوم يتكلم كأعلى سلطة في الأمنية وعسكرية في العراق وهي العمليات المشتركة، يقول فمعنى بهذا الاستعراض لم يسميه الميليشيا بل قال الاستعراض المسلح عن طريق وسائل التواصل. فكيف لهكذا منظومة أمنية تقول سمعنا ورأينا وشاهدنا؟ نعم. هذه الأجهزة الأمنية أخي إلى الكريم. سؤالي نعم إلى سؤالي. نعم. الثاني الآن، يعني مصدر محلي يدعي أنه تاجر، يقول هذا المصدر إن ميليشيا الحشد تستورد كميات كبيرة من الأسلحة بشكل علني أمام أعين الحكومة، ألا يتنافى ذلك مع ما تعلنه الحكومة من عمليات بحصر السلاح بيد الدولة؟ كيف تقيمون هذه العمليات؟ أخي، الميليشيات هي الدولة، هذا لو كانت هناك مسمى دولة. العراق منذ احتلال عام 2003 خرج عن إطار مفهوم الدولة. نعم. بغطاء الدولة المعلنة تحتمي هنالك دولة عميقة ذات السلاح الميليشياوي والتي توسعت تدريجيا لتفرض واقعا يشل النظام الحكومي ولتفرض نفسها بديل سياسي ومؤسساتي وأمني ولتصبح صاحبة القرار في التوجيه والنفوذ سواء في الداخل والخارج، والتي بين حين وآخر تستعرض هذه الدولة العميقة بحشودها الميليشاوية والسلاح الغير مقيد ضمن أن يتم تسليح، عفوا، ولو تكلمنا عن تسليح هذه الميليشيات بعلم الدولة جميعنا شاهد الاستعراض الميليشياوي. نعم. تم بعجلات وآليات تحمل لوحات حكومية. نعم. وحشدية وألوان عسكرية ولعدة ساعات، وهذا يندرج وفق التلويح بالقوة والتهديد بالإرهاب المستهدف الرئيسي من المجتمع العراقي. نعم. وعليه فالعلاقة واضحة بين السلاح الميليشياوي وسلطة الدولة وهي علاقة تخادمية. نعم. الآن فتح الحدود بهذا الشكل لاستجلاب الذخيرة والسلاح وحتى الصواريخ للميليشيات، السؤال هنا إلى أي مدى ساهم مثل هذا التصرف بخلق حالة من عدم التوازن في العراق بين من يفترض أنه يمثل الدولة في المقابل الميليشيات؟ أخي، هذا فتح الحدود هو لن يتم كما يسمى وفق المفهوم الحدود أنه تهريب، هذا بعلم السلطات وهناك منظومة متكاملة سواء كانت أمنية أو عسكرية أو حزبية تشرف على هذا دخول هذا السلاح إلى هذه الميليشيات التي هي ركن أساسي مما تسمى بالمنظومة العسكرية والأمنية. اليوم عندما يتكلمون عن ميليشيا الحشد لها موازنة ولا تسليح ولا أسلحة
وايضا ضمن كافه العقود الاسلحه التي تاتي الى العراق تذهب حصه من هذه الاسلحه الى منظومه ما تسمى بميليشيا الحشد الشعبي. نعم. عندما نتكلم عن الدوله اخي، كل دوله لقيام الدوله يجب اثبات سلطه الدوله وان تمارس هذه السلطه صلاحياتها على جميع اراضيها وان تمتلك سياده خارجيه وداخليه. لو تكلمنا عن الداخليه فهي ان تفرض القانون على الجميع وليس على هذه الجهه وتلك الجهه، وهي تتمكن ان تفرض سيادتها على السلاح، ان تتمكن تفرض سيادتها على السلاح التي يتجول في العراق وفي العاصمه بغداد وبعده امتار من مقر السلطه في المنطقه الخضراء. هذه لا توجد لدينا سلطه منعزله، اليوم لدينا منظومه ميليشياويه تتحكم بكافه ملفات العراق. إذا هنالك سيادة ميليشياوية على الملف السياسي والأمني والاقتصادي. سيادة العميد، يعني عدم وجود جيش وطني يتبع الدولة وإعطاء هذه الصلاحيات لهيئة ميليشيا الحشد، إلى أي مدى يجعل البلاد تعيش في هذه الفوضى؟ هذا ركن أساسي وكان هدف مهم لقوات الاحتلال الأمريكي ومن جاء معهم، هو تدمير المؤسسة العسكرية والأمنية واستبدالها بمجاميع متعددة المشارب والاتجاهات. ولذلك تم، لو ادعنا على الجانب الأمني، تم استبدال الأمن الوقائي بالسلوك الميليشياوي، ولو اتينا للجانب العسكري تم استبدال القطعات العسكرية بمجاميع حشدية هنا وهناك. ولذلك ضاع الأمن وضاع الجيش وضاعت المؤسسة العسكرية والأمنية. هذا كان هدف رئيسي لغرض اشتداد هذه المؤسسة المهمة وهي ركن أساسي من أركان بناء الدولة. العميد الركن خليل الطائي، مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.